عندما يكون العهد من قيمة صاحبه فيصبح الوعد والالتزام مجسدا على أرضه، وما كان مجرد مشروع عاد واقعا يعيشه الشباب الجزائري. 4 سنوات تجسدت فيها مشاريع عانت الركود قبلا واستغرقت كما من السنين دون أن ترى النور، فجاءت الإرادة السياسية اليوم وجعلت منها واقعا معاشا بكم المنشآت الرياضية المنجزة، جعلت من الجزائر قبلة رياضية عربية وإفريقية ومعقلا لشباب القارة والإقليم. الجزائر اليوم أبهرت بمرافق عالمية وعينها على مزيد من الإنجازات النوعية وفق تصاميم عالمية، والعينة ملعب نيلسون مانديلا الذي اعتبر إنجازا نوعيا فخلف إشادة دولية. اليوم احنا نبارك لكل شباب نتاع الشرق والغرب والوسط بإنجازات نتاع مركب هذا في ميرود، استاديوم مانديلا، نتاع دويرة اللي هو في الواقع نتاع المولودية، نقول نتاع دويرة نتاع مولودية العاصمة، نتاع تيزي وزو كذلك اللي هو يكون افكتير تيزي وزو. عندنا التوسيعة نتاع 5 جويلية ان شاء الله باش نكمل كاع المران ونغطي منه قدر المستطاع على حساب تقنيات، فيه تقنيات اللي تسمح ربما بدون ما نمس شي له موجود باش نغطي ان شاء الله. يكون فيه ملعب مثل هذا على حساب المستوى الرياضي نتاع الجهات الاخرى، ولكن خدينا قرار باش يكون فيه ملعب في ورقلة وملعب في بشار ان شاء الله. قرارات رئيس الجمهورية منحت الجزائر خيارات متعددة بتعدد نوعية الملاعب الكبيرة، فبعد نيلسون مانديلا شيدت الدولة ملعب اختارت مدينة تيزي وزو مهدا له، فبات تحفة معمارية وبذات المقاييس التي رسختها الفيفا وأحسن. مجهودات الدولة لم تتوقف هنا، بل بلغ اهتمامها الأندية الوطنية، وكان ملعب الدويرة الذي تقدمت فيه الأشغال بوتيرة متسارعة متنفسا لفريق مولودية الجزائر المعقل الجديد لأنصار الفريق. الرئيس ديالنا نحبوا مولودية والرئيس ديالنا والجزائر وتعي الجزائر ومولودية الجزائر، نقول له بارك الله فيك سيد الرئيس، مرسي بوكو اللي درت فينا لا كونفيونس هذه، وحنا كي درت فينا لا كونفيونس هذه ما صح نخيبوا لك الامل، ان شاء الله هذا العام دوبلي شامبيونا كوب وان تو تري فيفا الجيري. ذات الميزانيه التي خصصتها الدوله اعادت الاعتبار لملاعب اخرى على شاكله ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينه الذي هوئ بنفس النسق والمعايير، وكذا ملعب 19 ماي بعنابه، وفي ظرف قياسي اتضحت فيه ومن خلاله معالم نجاعة هذه القرارات السيادية للدولة الجزائرية. سياسة الدولة اعتمدت التوزيع الجغرافي العادل، فتزود الغرب الجزائري بملعب كان الخطوة الأولى في مشروع إعادة هيبة الرياضة الجزائرية، وبات ملعب ميلود هدفي بوهران الذي يتسع لأزيد من 40,000 مقعد منشأ مصنف ضمن الأحسن والأجمل ضمن مركب أولمبي اعتبر مكسبا جديدا للنخبة الوطنية. ملاعب الجزائر تعددت ومنحتها موقعا متميزا ضمن دول العالم وسلسال أكمل الملاعب الأخرى التي باتت تاريخا ارتبط بأمجاد الجزائر، ملعب 5 جويلية الأولمبي مهد الرياضة الجزائرية الذي هيئ مجددا محافظا على تاريخه. الجزائر بشمالها شرقها وغربها استفادت من بنى تحتية بعثت آمال شبابها، وللجنوب الكبير نصيب أكبر بمشروعين جديدين يرسخان إنجاز مركبين رياضيين ببشار وورقلة، ملاعب تتسع لأزيد من 25,000 مقعد، مكسب حقيقي لشباب الجنوب العاشقين والمولعين بكرة القدم، وبات للأندية هناك أن تستريح من عناء التنقل. الدولة الجزائرية وبفضل قرارات السيد الرئيس أبرزت الدعم اللامحدود للرياضة وتكريس ثقافة العرفان والتقدير لكل أبناء الجزائر،
وكلها رسائل واضحة تنم عن إيمان الجزائر الجديدة العميق بأن الشباب هم الثروة التي يعول عليها حاضرا ومستقبلا. وآن لهذا الشباب اليوم أن يتباهى أمام شباب الدول بانتمائه للجزائر.